ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر. الحمد لله كما أثنى ربنا على نفسه، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، ورحم الله أبا بكر الصديق. فقد أدى أمانته ونصح أمته، ولم يترك للناس بعد مقالة، ولقد كلفنا بعده تعبا، وما اجتهدنا يوما في استباق الخيرات إلا وجدناه سابقا، فكيف اللحاق به؟ فلله ما أخذ ولله ما أعطى. أيها الناس، ما أنا إلا رجل منكم، ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم. اللهم إني غليظ فلين، اللهم إني ضعيف فقوي. إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وأبقاني فيكم بعد صاحبي، وقد بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق، لكني كنت مع رسول الله، فكنت عبده وخادمه، وكان من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا تنكرون دعته ولينه وكرمه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. ثم إني وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد ضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدعو أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض ويذعن بالحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم
ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، وأسد ثغوركم، ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال. ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة اليتيم، إذا استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. أيها الناس اسمعوا وعوا. قم أيها المثنى، هذا أخوكم المثنى بن حارثة الشيباني، وقد علمتم بلاءه في العراق، وقد بات المسلمون هناك في ضعف وقلة، يخشون من الفرس على ما في أيديهم من أرض العراق، ولم يمت أبو بكر رحمه الله حتى أوصاني بألا أصبح أو أمسي بعد وفاته حتى أندب الناس مع المثنى. فالله الله في هذا الأمر، الجهاد الجهاد والسبق السبق. ما بال الناس قد تثاقلوا فلم يتقدم منهم أحد؟ إن وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم، وقد علموا شدة سلطانهم وشوكتهم وجل المقاتلة في الشام، فمهما يجتمع من هؤلاء مع المثنى فلن يبلغ من العدو ما يرون أنه يغني في قتال فرس. وهم على ما علموا من بلاء المثنى فإنهم لا يعرفونه كما عرفوا خالد بن الوليد، فلا هو من المهاجرين ولا هو من الأنصار، ولم تكن له صحبة مع رسول الله، ويخشون ألا يغني أحد غناء خالد إذا كان في العراق. ويحهم، ألا يعلمون أن الله هو الصانع لا ابن الوليد ولا ابن الخطاب؟ اصبر عليهم وراجعهم في الأمر، وأحسب أنهم رجعوا عنك يراودون أنفسهم على ما سمعوا منك، ولا تبدأ عهدك بالإكراه حتى يقبل الناس صبرا واحتسابا. لا حرمنا الله من رأيك يا أبا الحسن، من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن عامر بن الجراح، فإني أحمد الله تعالى إليك. أما بعد، فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله قد توفي، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد شاء الله أن أتولى أمر المسلمين من بعده، وقد وليتك جماعة المسلمين في الشام، فانظر في حرب الروم برأيك ومن حضرك من المسلمين. واعلم أني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخطة أو خيانة، فليكن عونك فيما تجد فيه، فإنه لا غنى لك عنه، وإياك وإلقاء المسلمين في هلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، والسلام. هلم يا سعد، أما وقد ابتلاكم الله بي
وابتلاني بكم، فاعلموا أني لن أحتملها وحدي حتى أشرككم فيها، فتكون بعض حجتي عند ربي. أقول قد شاورتكم في الأمر على ما أمرت به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، والوحي يتنزل عليه بأمر السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك أمره الله بأن يشاور في الأمر. وإن كان الله تعالى قد أمر رسوله بالشورى وهو المؤيد بالوحي، فكيف بنا وليس لأحد من العصمة كما كان لرسول الله؟ وإنما نحن من الناس نجتهد برأينا فنخطئ ونصيب، وإن الرجل إذا استبد بالرأي فأخطأ وعزت عليه النفوس وتربصت به الدوائر، فكان أوهن له ولجماعة المسلمين. أما إذا رأت الجماعة رأيا ثم تبين لها الخطأ فيما رأت، فإنها ترجع عنه جماعة وقد برأ أحدهم من التهمة، فكان أوثق للجماعة وللوالي معا. وإنه لا خير في أمر أبرم من غير شورى، والرأي الفرد كالخيط السحيل يوشك أن ينقطع، والرأيان كالخيطين المبرمين، والثلاثة حبل لا يكاد ينتقض. بهذا أستفتح عهدي معكم، وإنه لحق لكم كما إنه واجب علي وعليكم، فلا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأبدأ بأمر المثنى، فما زلت أنتدب الناس 3 أيام منذ توفي الصديق ولا من مجيب. أشير علي أيها الناس. قد سمعت رأي أبي الحسن من قبل، قد خشي القوم ألا يجتمع منهم ما يغني في قتال الفرس، وقد كان أبو بكر رحمه الله قد منع الاستعانة بمن ارتد وهم كثير، وفيهم من صناديد العرب وفرسانهم المعدودين كطليحة الأسدي وعمر بن معد كرب، وقد ظهرت توبتهم وأحب أن يكونوا في جماعة المسلمين وجندهم. ولو علم الناس هنا أنهم يكثرون بهم فلربما اشتدت عزائمهم وأجابوك. نعم، وقد شاء الله أن يبدأ أمر هذا الدين بالعرب، فلا يتم إلا بتمام اجتماع العرب أولا، وقد آن الوقت أن يدخل من تاب من أهل الردة في جماعة المسلمين حتى يكون العرب كرجل واحد في تبليغ الرسالة وهدم طواغيت فارس والروم. يوشك أن يمل القوم يا أبا سليمان، وقد تطاول الانتظار، ولعل أبا بكر قد استبطأ أخبارنا. أنات القط يا أبا عبد الله، ثم وثوب الأسد إن شاء الله. وقد تعلم أننا بثثنا العيون تنظر لنا تجهيزات القوم لتكون خطتنا على قدر ذلك، وإن الروم يقاتلون في ترتيب غير الذي عهدناه، فصار علينا أن نرتب صفوفنا على نحو جديد، وما زلت أدير الأمر في رأسي، وإنا إن شاء الله لمهتدون، فأبشروا واصبروا، وإن غدا لناظره قريب. كيف أصبحت يا أبا سفيان؟ أصبحت أتعجل قتال الروم وأجيل بصري في عسكر المسلمين وفي هذه الناحية من أرض الشام، وكنا نأتيها تجارا في عهد قريش لا نكاد نأمن على أنفسنا وأموالنا من سطوة الروم، فنتألف سادتهم بالهدايا والمدائح، ونحن في أنظارهم أعراب أجلاف لا يبلغ شريفنا قدر أدناهم. ثم إذا رجعنا من عندهم إلى قومنا تنافخنا وتنافرنا وفاخر بعضنا بعضا حتى تحمى أنوفنا.
ومضينا في الصد عن رسول الله حتى قاتلناه وهو يدعونا إلى الحق ويقول اتبعوني حتى تكونوا أمة واحدة، ثم يفيء عليكم الله بملك فارس والروم، ونحن نقول أين نحن منهم؟ وها نحن الآن هنا، قد خشي الروم لقاءنا ونحن نستعجل لقاءهم، فما أقرب اليوم من البارحة وما أبعده منها. لا والله لقد نطق أبو سفيان عما في نفسي وعما في نفسي. أحيانا أحسبني في حلم. أكل هذا قد حدث في بعض سني عمري. ها أنا ذا الآن في عسكر المسلمين بالشام، وأبو سليمان أميرنا، وقد رأيتني في الأمس القريب مع صفوان وأبي يزيد، تأخذنا العزة بالإثم يوم فتح مكة، فنلقى أبا سليمان بالسلاح، ولولا فضل الله لهلكنا عندئذ ونحن على الشرك، وبسيف خالد الذي نقاتل اليوم تحت لوائه. ذلك أحرى أن تستبشروا بنصر الله وفتح الشام قريبا إن شاء الله، فقد وقع ما علمنا مما أخبر به رسول الله، وليتمنا الله الباقي. أيها المثنى، اسبق إلى أصحابك في العراق حتى يوافيك أبو عبيد بمن يجتمع معه. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. ما قلت؟ أمير المؤمنين؟ لترجعن عنه أو؟ والله لا يرجع ولا نرجع، وقد كنا في هذا الحديث، وقد ثقل علينا أن نقول خليفة خليفة رسول الله، ولكنك الأمير ونحن جماعة المؤمنين، فأنت أمير المؤمنين، فارض بما رضينا به. أو تدرون لما جمعتكم الساعة؟ لعل بعضكم قد بات يحدث نفسه، قد غدا أبونا أمير المؤمنين ونحن ولده، فإذا خرج أحدكم إلى حاجته ظن أنه يميط الناس له، فاعلموا إذن أن أباكم كان يرعى إبل الخطاب، وكان يشتد عليه ويضربه، وكان يحتطب لخالاته فيعطينه قبضة من تمر أو زبيب، ونعديا لم يكونوا في قريش شيئا مذكورا، فأين هم من بني عبد مناف وبني مخزوم وبني سهم وبني جمح؟ إنما رفعنا الله بالإسلام والتواضع له سبحانه، وإن الناس لينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، فإذا نهيت الناس عن أمر فكونوا أول من ينتهي، فإني والله ما أوتي بأحدكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب لمكانه مني، حتى يقول أحدكم ليت أبانا لم يتولى أمر المسلمين فنكون كأوساطهم. هل تعون قولي؟ نعم نعم أجل. كأني بها قد اقتربت. ليس أشد من الحرب إلا انتظار ساعتها. أخي سلمة، ما كان بيننا أعظم ما يكون بين الأخ وأخيه لأمه، ولم نفترق يوما في نعمة أو مصيبة، فكنا كفرعي شجرة ثم كانت أخوة الإسلام، وقد لقينا فيها ما لقينا، وغبر زمان وساقي موثقة إلى ساقك إذ استضعفنا قومنا، وها نحن الآن في هذه الديار، وابن عمنا خالد أمير الناس، وابن أخينا عكرمة أمير معه، وكانا ممن استضعفنا في ذلك الزمان،
فالحمد لله على ما صرنا إليه، وإني لأرجو أن أقتل في سبيل الله، فإن كان ذلك فلتكن أنت من يتولى دفني. وإني لأرجو مثل الذي ترجو، فإن كان ذاك وكتب الله لك النجاة فتولى دفني، وإني أجعل وصيتي إليك. وما طيب العيش من بعدك يا سلمة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو، كما جمعنا في الدنيا أخوين متصافيين، أن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. آمين. آمين. أما الروم فقد أنزلوا أنفسهم منزلا واسع المطرد ضيق المهر، فليس لهم طريق إلا علينا، فحصروا أنفسهم بين النهر والبحيرة من الغرب حيث تكون ميمنته، وبين الوادي من الشرق حيث تكون ميسرته، وليس لهم مخرج من ناحية الميسرة حين يبتعد الوادي. قلنا أن نسده عليهم إذا اقتضى الأمر، أو نفسح لهم فيه ليسهل فرارهم على مقتضى الحال. أبشروا فقلما جاء محصور بخير. صدقت، وهو أول خذلانهم إن شاء الله، وبختاروا هذا المنزل لجهلهم في الحرب، ولكنهم لا يأمنون فرار جندهم، فأرادوا أن يضيقوا عليهم المهرب ويلزموهم الثبات على رغمهم، وهذا نصف الهزيمة إن شاء الله. يا معشر المسلمين، قد أقبل عليكم الروم بخيلائهم، وهذا يوم من أيام الله سيكون له ما بعده، فلئن صبرنا واستطعنا أن نردهم من الوادي فسنظل نردهم حتى تنفتح لنا أبواب الشام كلها، فعاهد الله على النصر أو الشهادة.
اقترب الوعد الحق. ويثبت أقدامكم، فإن وعد الله حق. يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر وبرضاة للرب ومضحضة للعار. ولا تبرحوا مصافكم ولا تبدأوهم بالقتال، والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد ترى ما نحن فيه. اكتم هذا، لا يعلمه أحد. المسلمون غضوا الأبصار، لا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد الحجل. المسلمين فأقمنا حيث أنتن، وإن رأيتن أحدا من المسلمين منهزما فارجمنه بالحجارة. ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. Thank you.
قتلوا رسول الله في كل موطن وفروا اليوم. من يبايع على الموت؟ أنا يا ابن أخي، وأنا يا ابن أخي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عكرمة يميل إلى الميمنة، وأبو عبيدة والقعقاع يصدون قلب الروم. هيا. الله أكبر، الله أكبر. Thank you.
أمر خالد، إذا رأيت فرسان الروم يطلبون الفرار فافسح لهم.